الأصحاح الثامن. وتجمع في تلك الأيام جمهور كبير، وما كان معهم شيء يأكلونه، فدعا يسوع تلاميذه وقال لهم: أشفقوا على هذا الجمع، فهم من 3 أيام معي ولا طعام لهم، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين خارت قواهم في الطريق، ومنهم من جاء من مكان بعيد. فأجابه تلاميذه: كيف لأحد أن يشبع هؤلاء الناس خبزا هنا في البرية؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ قالوا: 7. فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فوزعوها عليهم. وكان مع التلاميذ بعض سمكات صغار، فباركها يسوع وطلب من تلاميذه أن يوزعوها أيضا. فأكل الناس حتى شبعوا، ثم رفعوا مما فضل من الكسر 7 سلال، وكانوا نحو 4000. فصرفهم يسوع وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمنوثة. وأقبل إليه بعض الفريسيين وأخذوا يجادلونه، طالبين منه آية من السماء ليجربوه. فتنهد من أعماق قلبه وقال: ما لهذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم، لن يعطى هذا الجيل آية. وتركهم ورجع في القارب إلى الشاطئ المقابل. ونسي التلاميذ أن يتزودوا خبزا، وما كان معهم في القارب سوى رغيف واحد. وأوصاهم يسوع قال: انتبهوا، إياكم وخمير الفريسيين وخمير هيرودس. فتساءلوا: هل لأن لا خبز معنا؟ فعرف يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون أني قلت هذا؟ لأن لا خبز معكم؟ أما أدركتم بعد وفهمتم؟ أعميت قلوبكم إلى هذا الحد؟ أم لكم عيون ولا تبصرون، وأذان ولا تسمعون؟ ألا تذكرون عندما كسرت الأرغفة 5 للـ5000، كم قفة مملوءة من الكسر رفعتم؟ قالوا: 12 قفة. وعندما كسرت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة من الفضلات رفعتم؟ قالوا: 7 سلال. فقال لهم: أما فهمتم بعد؟ ووصلوا إلى بيت صيدا، فجاءوا إليه بأعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، وهناك تفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله: أتبصر شيئا؟ فتطلع وقال: أبصر الناس وأراهم يمشون كأنهم أشجار. فوضع يسوع يديه مرة أخرى على عيني الرجل، فأبصر جيدا وعاد صحيحا يرى كل شيء واضحا. فأرسله إلى بيته وقال له: لا تدخل القرية. وسار يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليبوس، وفي الطريق سأل تلاميذه: من أنا في رأي الناس؟ فأجابوه: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وبعضهم أحد الأنبياء. فسألهم: ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب بطرس: أنت المسيح. فأمرهم أن لا يخبروا أحدا، وبدأ يعلمهم أن ابن الإنسان يجب أن يتألم كثيرا، وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يموت قتلا، وأن يقوم بعد 3 أيام. وكان يقول هذا الكلام علانية، فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه. فالتفت ورأى تلاميذه فوبخ بطرس بقوله: ابتعد عني يا شيطان، لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله. ودعا الجموع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي وسبيل البشارة يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبماذا يفدي الإنسان نفسه؟
لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الخائن الشرير، يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجد أبيه مع الملائكة الأطهار.